آخر الواصلين للجزائر المشاركة، والسبب هو أنه مباراتنا مبرمجة يوم 20 بسبب أن المجموعة مجموعة ثلاث فرق الجميع يعرف، والمنتخب حضر تحضير جيد وجاء في ظروف جيدة، وإن شاء الله يكون جاهز لأول مباراة. تمنياتي أنها تكون بطولة جيدة ومنظمة تنظيم جيد، وهو ما ظهر لنا منذ البداية، وإن شاء الله لا ما فهم شك انها ما تكون احسن بطوله ومن احسن البطولات اللي نظمت في تاريخ الشارقة.